بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي المحاضرة الثالثة من مادة Theory of Blades للكورس الثاني. سنتناول في هذه المحاضرة Boundary Condition of Grishov's Blade Theory. كما بينا سابقا، لقد وجدنا المعادلة الحاكمة في مسائل الألواح كانت معادلة رقم 30، واللي كانت عبارة عن differential equation من المرتبة الرابعة. في هذه المعادلة عندما نريد أن نحلها يجب توفير boundary condition لحلها، بما أنها من المرتبة الرابعة لذلك يجب توفر أربعة شروط على أقل تقدير، أي بمعنى لدينا شرطان عند كل نهاية. عادة ما تكون الباوندري كونديشن إما بدلالة القوى force, bending moment, torsional moment, transfer shear. يعني force boundary condition عن طريق اللود، أو boundary condition عن طريق displacement ومركباتها. سنستعرض أبرز الشروط المتوفرة عند النهايات. أولا geometrical boundary condition. Geometrical boundary condition الشروط في هذه الحالة هي ما تخص الـ displacement ومركبات. سوف نستعرض بعض الحالات. لدينا حالة الـ fixed edge كما مبين في هذه اللوحة. fixed edge معروف انه الفيكس ايج displacement صفر والسلوب صفر في هذه النهاية. اذن سيكون مقدار الدفلكشن بالاتجاه x صفر، والروتيشن بالاتجاه x ايضا صفر عند النهاية صفر اي، والمقصود بالصفر اي يعني اذا كانت من الجهتين fixed باتجاه X، فراح يكون عند النهاية صفر والنهاية البعيدة A، وكذلك بالاتجاه الآخر Y سوف يكون deflection صفر والروتيشن صفر عند النهايات صفر B. إذن توفر لدينا أربع شروط في حالة الفيكست إيج. عندنا الستاتيكالي باوندري كونديشن فري إيج، وهو ما نعني به ما متوفر في هذه النهاية. displacement لا يمكن الاعتماد عليها في النهايات الحرة، لذلك سوف نلجأ إلى القوى. نلاحظ أن هذه النهاية free end، هذه النهاية خالية من العزوم وخالية من القوى، لذلك سوف يكون لدينا المومنت باتجاه X، وعندنا الشير باتجاه X يساوي صفر عند النهايات صفر A، وكذلك المومنت باتجاه Y والشير بالمومنت باتجاه Y أيضا يساوي صفر. نعم، الآن نأتي إلى نقطة مهمة، أنه هذه النهاية الحرة اللي بيها الشير فورس متكونة من جزئين. الجزء الأول أنه الشير ترانسفيرس شير، وكذلك عندنا جزء آخر أيضا ممكن أن نعتبره ترانسفيرس شير اللي هو
طبعا مو النهاية الحرة للعلم، هذا الشيء الفورس المتكون في النهايات، قد تكون simply support. هذه النهاية تتكون من الشير ترانسفير، شير تتكون بها من جزئين اللي هو الشير ستريس، وعندنا الشير ستريس غير مباشر جاين منين؟ من التورجنال مومنت. السؤال شلون جاين من التورجنال مومنت؟ لو اعتبرنا التورجنال مومنت عبارة عن قوتين متعاكسة اللي يكونن هذا التورجنال، سوف يتكون لدينا ما يسمى ب additional. كما نلاحظ في هذا الشكل عندنا هذا التورجنال مومنت، نلاحظ هذه هو قيمة التورجنال مومنت، راح نلغي التورجنال مومنت ونحول عبارة عن قوتين متعاكسة، قوتين متعاكسة لكل جزئية. نلاحظ هنا ان كل قوتين متجاورة متعاكسة وبنفس المقدار، إذن سوف تلغى هذه، سوف تلغى هذه، سوف تلغى وهذه سوف تلغى، علما أن المتجاورات الفرق بيناتهم هو فقط الانكريمنت. يعني إذا أنا قلت هاي التورجنال مومنت ام واي اكس دي اكس اوفر دي اكس، فراح يكون بصفة التورجنال مومنت ام واي اكس زائد ام بارشال ام الى بارشال اكس، اللي هي الزيادة الانكريمنت اللي صارت. فاذا هذه القوى المتعاكسة اذا نجرى عملية توازن بيناتهم، فراح يبقى عندي فقط الانكريمنت في هذا المكان. ولكن لننتبه الى نقطة مهمة، انه هذا الجانب اللي هو الكورنر، ننظر الى الكورنر، المكان الوحيد اللي به الاتجاهات بنفس الاتجاه متوافقة. اذا هنا ما راح يصير عندي عملية طرح، وانما راح يصير عندي عملية جمع. ننظر ما هذه القوة وما ستفعل. اذا نجي هنا، اذا راح يصير الشير، الترانسفير شير هو مقدار اللاترال او نسميه الترانسفير شير زائدا هذا المقدار اللي هسه حكينا عليه اللي جانا من الكابل مال التورجنال مومنت والمتبقي. عند الطرح راح يتبقى فقط الانكريمنت. اذا مقدار الترانسفير شير في هذا المكان راح اللي يجينا من الاحمال زائدا المتبقي من التورجنال مومنت. كل واحدة من هذه عندنا معادلتها بدلالة الديفليكشن، نجيبهن ونخليهن هنا. صار عندي الشير باتجاه X وصار عندي الشير باتجاه Y بنفس الكيفية بالاتجاهين حكينا عليهن. نعم، نأتي الآن إلى نقطة مهمة اللي هي هذه الكورنر نسولف عنها. هذا الاديشنال شير فورس بير يونت ليج اللي حصلناه من شنو قلنا؟ من الانكريمنت مال التورجنال مومنت بالاتجاهين. هذه نسميها كريشنو سبليمنتري فورسز. فلذلك راح نعيد حساب الكونديشن بالفري اند اعتمادا على معادلة 26 27 45 46. فش راح تصبح المعادلات برا ما ضفنا هذه القوة الإضافية من التورجنال، حولناها الى كابل، سوينا عليه توازن وصفينا وضفنا المفاديه، فصار عندي بهذه الكيفيه انه هذا الباوندري كونديشن، هذا الباوندري كونديشن بوجود الكريشنوف فورسز القوى الاضافيه. زين،
الآن عندي ميكس باوندري كونديشن. الميكس باوندري كونديشن اللي هو simply supported edge يعتبر بالميكس باوندري كونديشن. ليش بالميكس؟ لأن النهاية ما راح تعطيني الشرطين geometrical ولا راح تعطيني الشرطين من النوع الآخر اللي هو سميناه بال statical boundary condition اللي هو خاص بالقوة. فإذا simple support راح يكون حالة تجمع الحالتين في الميكست، راح يسمى بالميكست باوندري كونديشن. في هذه النهاية simply supported beam ايش عندنا؟ الديفليكشن والبيندينج مومنت على طول هذه الحافة simply support هو قيمته صفر. لذلك الباوندري كونديشن راح اقول الديفليكشن يساوي صفر والمومنت يساوي صفر بالاتجاه X، والديفليكشن يساوي صفر والمومنت يساوي صفر باتجاه Y. احنا MX وMY عندنا بدلالة الW معادلات جاهزة، راح يكون هذه هي القيم. زين هسه نرجع للكورنر مال سمبلي سبورت. كورنر مال سمبلي سبورت اللي هسه حكينا على قوة كريشنوف اللي حولنا بيها التورجنال مومنت الى كابل، والكابل صار بيه تصفية بالتوازن وصفه بس الانكريمنت. نيجي الان رجينا الكورنر ما صار اتجاهين متعاكسة وانما اتجاه واحد، ونجمعا من نجمعا ولدت لنا قوة اضافية additional coronal force. هاي coronal force راح اسميها R not اللي قيمتها تورك من الجهة الاولى وتورك من الجهة الثانية على جانبي الكورنر، فراح يصير هذه هي قيمة الاديشنال كورنر فورس. هذه الاديشنال كورنر فورس ايش راح يسوي للسبورت للبليت عند السبورت؟ تحاول ترفعها. نلاحظ احنا هذه، لان هنا عندنا هذا التورك حولناه الى كابل اللي على الطول وحده لغت الاخرى وبقى بس الانكريمنت، من هنا ايضا فقط هاي اللي بالكورنر انجمع صار باتجاه واحد الكابل، فتولدت عندي الار نوت، وهاي الار نوت للاعلى راح تحاول ترفع لبليته من هذه الحافه. زين هذا الشارت وهذه القوة كود احنا ناخذها بنظر الاعتبار ونلغي تأثيرها. حتى نلغي تأثيرها ايش راح نسوي للسبورت؟ السمبلي سبورت راح نسنده للأسفل، نسند هاي النهاية للأسفل حتى ما تصير عندي هذه الظاهرة، فالسبورت هنا في هذا المكان راح يسند. زين تطبيقاتها هذه شلون يسند؟ بالحقيقة لنفرض عندي هاني سلاب كونكريت سلاب وتوفرت عند المساند السبورت، فأنا راح أتوقع أنه تصير هاي الظاهرة الأبليفت، قوة هنا راح تتولد. فشي يسوون؟ يعززون هاي المناطق الكورنر برينفوست. هذا الرينفوست هذا المين رينفوست مال البيندينج مومنت، وهذا هنا يخلون تسليح إضافي خاص بالأبليفت فورس حتى ما تصير عندي هاي الظاهرة في هذا المكان. نعم الآن عندك إلاستيك سبورت and restrain، يعني إما سبورت مرن اللي هو يمثل عندنا بالسبرينج، أو restrain مقيد واللي هو حالة من حالات الميكست باوندري كونديشن. نشوف الشكل 8 دي. ثمانية دي هذا إلاستيك سبورت، إنه بليته مستندة على مسند مرن واللي راح نمثله بسبرينج وإلى كثافة، والواي اللي هو D
deformation اللي يصير بهذا المكان. deformation نضربه بالستيفنس مال السبرينج حتى نحصل قيمة الرياكشن بهذا المكان، وهذا اللي نسميه دريس ترين إلاستيك أند ريستراين، يعني متوفرة حالة السبرينج وحالة القيد بالاتجاه المومنت. هذه ريستراين إذا قيد فقط باتجاه المومنت. الآن نرجع إلى المسألة. نعم، في هذه الحالة فإن قيمة الديسبليسمنت، هسه إحنا قلنا قيمة الفورس اللي تتولد بالرياكشن شي يساوي؟ يساوي لك الديسبليسمنت اللي صارت في هذا المكان نضربها بالستيفنس مال السبرينج. اذا الرياكشن او الشير المتولد في هذا المكان، اذا الديسبليسمنت ايش راح يساوي؟ الشير على الستيفنس مال السبرينج للاسفل على اتجاه سالب. اذا الديسبليسمنت المتولده في المنطقة اللي بيها سبرينج هي مقدار الشير فورس بهذا المكان اللي هذا يمثل قيمة الرياكشن مقسوما على الستيفنس مال السبرينج. هذا الشير فورس عندي المعادلة مالته بدلالة W، فإذا هذا هو الشرط عند السبرينج. بالنسبة للمومنت، المومنت راح يساوي صفر في أي حالة، يعني إذا في هذا القيد هو مباوع القيد هنا فقط عندي displacement بهذا الاتجاه واللي تقيدت به الستيفنس مال السبرينج، اما بالاتجاه الاخر ما عندي اي عزم، فالعزم صفر. نعم العزم صفر، والام اكس انا عندي معادلتها هنا. انا for continuous beam support عندي بيم مستمر، فان المعادلة مال الديفليكشن راح نعبر عنها بهذا الشكل، نوع اي اي مشتق الرابعة للدبليو يساوي ان هذا المقدار، والاي اللي هو مومنت اوف انيرشيا اوف ذا ايج بيم. اما اذا الحافة عندي بها تورجنال ريجيديتي، تورجنال ريجيديتي يعني مقاومة للتورجن، اكو مقاومة للتورجن متوفرة واللي هي partial restrain، فهنا ايش راح يكون عندي الانسر؟ فان الباوندري كونديشن W deflection راح يكون هذا القيمة مالته، والروتيشن راح يكون هذا القيمة مالته في حالة عندك torsional rigidity. بعد هاي المقدمة صار عندي summary boundary condition، هذا الجدول يوضح لك طبيعة المساند ويوضح لك القيم الرياضية للboundary condition. هذه هي ملخص كل boundary condition اللي هسه مرت علينا، وبهذا نأتي إلى نهاية هذه المحاضرة وشكرا.